انا ما بعرف يعني اثناء التدريب والمنتخبات والمعمعة اللي كنتوا فيها قد ايه كان الضغط النفسي يكون قوي كمان عليك؟ بص حضرتك، بالرغم ان في ناس كتير ممكن تحسدنا على اللي احنا فيه، لكن مهنة تعتبر مهنة صعبة صعبة صعبة، ضغط وسكر وحاجات كتيرة جدا جدا جدا. عارفة حضرتك ازاي؟ اذا ما كنتيش انت هتقدري تمسكي نفسك وتبقي هادية بعض الشيء، وده طبعا بقت عملية صعبة يعني. الظروف كلها ما بتساعدش ان انت ممكن تبقى هادية، لا من داخل الشغل ولا من خارج الشغل ولا من اي حتة يعني. على كل إن في احد اللاعبين مرة قال لي نحن مهنتنا يعني تعقيبا على حضرتك عم بتقوله كتير مهنة صعبة، لانه الناس ممكن تحطك فوق وتنزلك لسابع ارض نفس الوقت. الناس يعني احنا فيه صحفيين كتيرة واعلاميين كتيرة، بكفيك بس الاعلاميين بس خلاص، هم دول ممكن يطلعوك وممكن يوقعوك. صح، واللي عنده التاثير الاكبر كمان على الراي العام. بالظبط، اللي عنده التاثير الاكبر. فالناس كلها يعني في حاجات انت دلوقتي هتساليني فيها الناس ممكن تكون عارفه الرد بتاعي لكن عاوزه تسمعه مني. صح، وده اللي هيحصل على اساس لانه الثقه فيك كتير كبيره يا كابتن. الحمد لله.